السلام عليكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. فلو فتحت الفيديو انزل اخبط اللايك واعمل لنا سبسكرايب ودوق فعل زر الجرس يوصلك كل جديد. والجوله بقى الثانيه من دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه ومشاركه الانديه المصريه. فتعالى بقى نشوف، هنبتدي طبعا بزعيم القاره زي ما احنا متعودين، الاهلي ويانج افريكانز. المباراه طبعا النادي الاهلي كان جاي بقى بشكوك كتيره، ويعني الناس كلها متضايقه من الاداء واللقطه بتاعه كولر اللي قلبت الدنيا، وانا كنت شايف ان هي كانت نقطه التحول، وشفنا النهارده مدى تاثيرها على كولر ذات نفسه اللي شفناه. حسيناه النهارده مركز اكتر بالذات في الشوط الثاني، الاهلي شكله اتغير خالص عن الشوط الاولاني. فالاهلي بدا المباراه، يعني المباراه في الشوط الاول كانتش كويسه خالص، الاهلي كان برده قاعد بيباصي غلط وكانت فيها هجمات كتيره بتضيع. فلا يعني الشوط الثاني حسينا بشكل مختلف من النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي عامل 15 تسديده، منهم يعني خمسه كانوا ممكن على المرمى، وخمس فرص حقيقيه ما قدرتش تسجل منهم غير هدف واحد وجيب الصدفه كمان. بس حاسين في تغير في الاداء في الشوط الثاني بالذات. يعني لا، نتمنى بقى ان هم يبتدوا يشوفوا يعني القصه بتبتدي منين، ان هم بيتحولوا التحول ده ويستمروا على الاداء ده. بس يعني تعالى بقى نشوف كام لقطه كده. اللي طبعا كل الناس لاحظته، مش عارف ليه الفرص دايما بتضيع بالسهوله دي، يعني كره حسين الشحات اللي في الدقيقه 17، يعني مفيش اسهل من كده، الجون فاضي خالص والكره جايه لك على رجليك اليمين وجايه لك على الارض كمان، ان انت تشوطها يعني بالمنظر ده الصراحه ده بيدل ان انت مش مركز خالص ومستعجل. مش عارف ليه الاستعجال ده. حسين الشحات قدم يعني من افضل مواسمه مع النادي الاهلي الموسم اللي فات، وكان في التوب فورم بتاعته. فمش عارف ليه التغير الغريب ده من لعيبه الاهلي بالذات في الهجوم، يعني ابتدوا الموسم كان بطريقه احسن من كده بكتير، بس مش عارف ليه قله التركيز دي كلها. طبعا يعني وجود كهربا بتحس ان فعلا بيحرك الهجوم بعكس مودست وبعكس صلاح محسن، لا يعني بتحس في حماس شويه وفي يعني حركه سريعه في الهجوم. فلا يعني كهربا النهارده يعني تحس فعلا انه فارق عن بقيه المهاجمين اللي في النادي الاهلي. كمان هو تحس برده ان هو لسه يعني ما جابش التوب فورم بتاعته، ان هو طبعا بيلعب في افريقيا بس ما بيلعبش في الدوري. فهنشوف بقى يعني من بعد كاس العالم ويبتدي يرجع في الدوري وفي بطوله افريقيا هل ممكن يرجع لمستواه تاني ولا لا. بس بقى اللي خدت بالي منه النهارده ان كولر فعلا الشوط الثاني ابتدى يركز، اول مره نشوف تغيير ما بين الشوطين. هل ده بقى لان يعني امام عاشور خد ضربتين في وشه الصراحه فمش عارف يركز منهم، التحامات كانت قويه عليه اكتر من اللازم فمش عارف خرج بره تركيزه، او جاله كدمه بقى في وشه مش عارف يركز منها فنزل قفشه اللي حرك الملعب الصراحه. يعني النهارده بنشوف بقى ديانج ومروان عطيه جنب بعض، بقالهم فتره ما بيلعبوش جنب بعض، دايما تلاقي واحد متقدم عن التاني. فلا يعني فرق النهارده في دفاعنا، ان احنا كنا عاملين ستاره جامده جدا قدام فريق يانج افريكانز اللي هم على فكره بيلعبوا كوره حلوه، بس هم في الهجوم بس في الدفاع يعني رايحين في داهيه خالص، ان انت في الشوط التاني تسيدت المباراه بالكامل يعني ضيعت اكتر من فرصه كانت ممكن تحققها. بس اللي كنا محتاجين نشوفه بقى من فرقه نادي الاهلي فعاليه هجوميه اكتر من كده. انت يعني زي ما بنقول دايما انت رايح كاس العالم مش لازم تسجل من انصاف الفرص، ما ينفعش ان انت بعد 15 تسديده يبقى عندك خمس فرص بس خطيره وان انت تسجل منهم هدف ما كانش من الفرص الخطيره. فدي يعني لا حاجه لازم نركز فيها، ان احنا ما ينفعش ان احنا نضيع الفرص السهله دي. بس لا الواحد حس ان في الشوط الثاني المباراه اختلفت واداء الاهلي ارتفع ورتمه عالي شويه. بس الغريب بقى في الدفاع ان هو في غياب محمد عبد المنعم بتتلقى هدف، يعني بعد ما سجلت الهدف بثلاث اربع دقائق حاله يعني استهتار وسرحان من اللعيبه كلها، افتكرت ان الماتش خلص على كده وكان ممكن يانج افريكانز كمان يسجل الهدف الثاني وتخسر المباراه. فلا يعني حاجه غريبه جدا ان الفريق بيفقد تركيزه بالسهوله دي وبالسرعه دي، حاجه لازم نقف عندها ولازم الناس تركز فيها بالذات اللعيبه. قعدنا نقول كولر ومش كولر، لا يا جماعه لازم اللعيبه هي اللي تقف مع نفسها اكتر من كده، اللعيبه محتاجه تركز ومحتاجه يعني يبقى عندها حماس انها عايز تثبت نفسها اكتر من كده. يعني كولر مش هينزل يلعب الكره برجليه ولا بدماغه، فلا يعني محتاجين اللعيبه يعني تتكاتف اكتر من كده. ويعني عايزين بقى يعني عوده النهارده عمرو السوليه اعتقد هتفرق كتير في اوضه اللبس بالذات في الماتشات، اه في التمارين طبعا بيبقى موجود وكل ده، بس في الماتشات لا محتاجين كلام واحد بحجم عمرو السوليه من كباتن الفرقه. النهارده محمد الشناوي برده يعني اداؤه مميز وشال كوره في اول المباراه كانت ممكن برده تتعكنن علينا بدري بدري. فلا محتاجين تكاتف اكتر من كده والفرقه يعني تتماسك عن كده. احنا يعني من امتى يعني بيخش فينا جوان بالسهوله دي؟ لعيب بصراحه هو كان احسن واحد فيهم زوا زوا، ده احسن لعيب في يانج افريكانز، عارف يعدي من الدفاع ويحطها في مكان صعب جدا على محمد الشناوي انه يجيبها. بس ادينا شفنا اهو غياب محمد عبد المنعم قد ايه ممكن يخلخل الدفاع بتاعنا. فالواحد بقى مش عارف ما بين ان انت بتقول انت تعادلت فدي نتيجه ايجابيه، ولا انت تعادلت في اخر لحظه بعد ما كنت كسبان فدي نتيجه مش حلوه بالنسبه لنا ونتيجه سيئه. بس المهم ان انت اهو بقيت اربع نقط من ماتشين تصدرت مجموعتك، الاهلي بقى اربع نقط من فوز وتعادل، وبعدين على طول بقى شباب بلوزداد اللي خسر من فريق ميدياما،
مش عارف ازاي الصراحه يخسر من فريق ميدياما 2-1، وبقى هو كمان 3 نقط، وفريق ميدياما بقى 3 نقط، ويانج افريكانز بقى نقطه. فدي بدايه كويسه ان انت تتصدر المجموعه منفردا بفرق نقطه واحده عن الفرقتين. نروح بقى على طول للفريق الثاني اللي في دوري ابطال افريقيا وبيراميدز، اللي يعني راح بقى يصغرنا بقى قدام فرقه نوازيبو. يعني حاجه صعبه جدا ان انت تخسر 2-0 من فريق كمان مطرود منه واحد. يعني فين بقى يا جماعه الطموح، وفين الكلام ده اللي انتوا عايزين تثبتوا نفسكم وتجيبوا بطولات، انتوا رايحين بس تاخدوا فلوس، هو ده اللي واضح للناس كلها يعني. فلا يعني مباراه غريبه جدا من فريق مصري قدام فريق تعبان جدا الصراحه نوازيبو. ونشوف بقى الهدف الثاني، هدف يعني مارادوني من اللعيب ياخد الفرقه كلها ترقيص ويحط الهدف الثاني. فلا حاله غريبه جدا من نادي بيراميدز، يعني بعد 22 تسديده بس عنده بس 4 فرص حقيقيه على المرمى وما يجيبش منهم ولا هدف. فلا حاجه غريبه جدا، وراح يعني عمل مستوى كارثي للفرق المصريه خارج ارضها، وحاجه تكسف الصراحه ان انت تخسر ال 2-0 دول. ومجموعتك كمان بقى ولعت، كل الفرق بقت 3 نقط، الـ4 فرق بقوا 3 نقط. سان داونز كمان خسر من مازيمبي في الكونغو 1-0. فريق يا جماعه مازيمبي ده فريق والله مش سهل خالص ان انت تقدر تكسبه الماتش اللي فات بيراميدز، فدي كانت حاجه كويسه. بس ان انت تخسر من نوازيبو انت كده يعني كل اللي عملته بوظته. والمجموعه بقى ولعت، الـ4 فرق بقى عندهم 3 نقط ويبتدوا من الصفر تاني. يشوف بقى مين اللي هيتصدر المجموعه الصعبه دي. وبيراميدز الماتش الجاي هيروح بقى يلعب سان داونز على ارضها، وهنشوف طبعا مباراه قويه جدا المفروض من الفرقتين. بس بالاداء ده على بيراميدز انت تخاف من فضيحه. ونشوف كمان الوداد بقى اللي يعني بادي بدايه وحشه جدا، اللي اتاهل لنهائي الدوري الافريقي بيبتدي بدايه سيئه جدا ويخسر اول ماتشين، واحد على ارضه وواحد بره ارضه، ويعني اداء غريب جدا الصراحه من الوداد. يعني نشوف كده مجموعه الوداد، يعني بيتصدرها اسك ميموزا وجوانينج جالاكسي. ويعني تتخيل الفرقتين اللي الناس كلها كانت بتركز معاهم يطلعوا من الفرقه دي، ان هم سيمبا والوداد هم اللي متزايلين الجدول، والوداد كمان بدون يعني بدون نقاط خالص، سيمبا معاها 2، اتعادلت الماتشين بس. يعني جوانينج جالاكسي واسك ميموزا كل واحد 4 نقط، فمجموعه الصراحه غريبه جدا وتقلب الموازين بدري بدري كده. ولا لازم الوداد بقى يركز، وفرقه كبيره وفرقه تحترم، لازم بقى تشوف هتعمل ايه في الـ4 ماتشات المتبقيه لها. نروح بقى للكونفدراليه اللي بيشارك فيها نادي الزمالك ونادي فيوتشر. طبعا الصراحه بقى الواحد عايز يشيد بقى بنادي فيوتشر، عمل مباراه كبيره جدا قدام الهلال بنغازي في ليبيا، وفي ليبيا كمان نقدر يكسبه 2-1، وهو كمان مطرود منه علي الفيل. فلا الصراحه يعني فرقه عملت مباراه كبيره جدا، مباراه كانت حماسيه وشفنا خناقات كتيره جدا. في شده بقى كانت بزياده قوي، من فعال شديد قوي من دكه فيوتشر على طول على الحكم وعلى الفاولات وعلى الكلام ده، شفنا اللعيبه بكتير قوي. بس عجبني جدا علاء ميهوب ان هو اول واحد كان بيزعق في فرقته وبيحاول ان هما ما يوصلوش يعني التنشنه دي للملعب. فلا النهارده فيوتشر يعمل مباراه كبيره جدا قدام هلال بنغازي ويقدر يكسب 2-1 في اخر الدقايق. فلا يعني النهارده هو وصل اهو 6 نقط، ومعاه كمان اتحاد العاصمه هم كمان 6 نقط، هلال وسوبر سبورت 0. فلا يعني فيوتشر ماشي كويس اهو في الكونفدراليه، ونتمنى ان هو يوصل لابعد من كده بقى عشان نشوف الفرق المصريه بقى في الادوار النهائيه من البطولتين. نروح بقى لنادي الزمالك اللي كسب امبارح 4-0 قدام سوار، فرقه سوار اكاديميه سوار دي، يعني كسب 4-0. المباراه المفروض كانت تتلعب في ارضهم بس هم يعني قالوا لا نلعب في مصر احسن. فالنهارده هو بقى بنشوف الزمالك باربع اجوان جميله، يعني من زيزو وجون شيكابالي كالمعتاد القطمه بتاعته وبيشوط، وجون من سيف الجزيري وجون من ابراهيم انداي. فلا الزمالك اهو ماشي مع معتمد جمال بطريقه كويسه. هو طبعا الفريق الثاني يعني مش فريق تقدر تشوف الزمالك كويس ولا وحش، فريق ضعيف جدا الصراحه، واعتمد على الالتحامات العنيفه عشان يحاول يخرج نادي الزمالك من تركيزه، واللعيبه تخاف على نفسها فما تلعبش كوره. بس لا ادينا بنشوف اهو الزمالك برده بياخد 6 نقط من اول مباراتين، ومعاه سجراده 3 نقط وابو سليم 3 نقط، وسوار اكاديميه سوار صفار خسرت الماتشين. بس لا يعني الزمالك اعتقد هتبقى مسيرته سهله لان هو يتاهل للادوار النهائيه. انا اتمنى بقى نشوف الزمالك في الادوار النهائيه وانه يعرف يحقق لقب لجماهيره. ودي كانت احداث الـ4 مباريات اللي في الفرق المصريه في بطولات افريقيا، ان كان الاهلي اللي هو تعادل امام يانج افريكانز، ونادي بيراميدز يعني ويعني خساره مذله قدام نوازيبو على ارضه 2-0، والزمالك يفوز 4-0، وفيوتشر هو يفوز 2-1. فنتائج كويسه يعني ما كسفناش غير بس فرقه بيراميدز الاداء يعني كارثي قدام نوازيبو ويخسر 2-0، وكمان خسر يعني مطرود منهم واحد. فلا يعني حاجه صعبه جدا، وراح هو يصغرنا في افريقيا. فلا بطوله افريقيا للكبار. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تدوس لايك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل النوتيفيكيشن اول عشان يوصل لك الفيديوهات اول ما تنزل. سلام.